السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لمتتبعي قناتنا أوبرام تي في، ونعود إليكم مرة أخرى في حلقة جديدة مع ضيف جديد. هذه المرة حلقة متميزة، ارتأينا أن تكون خارج أسوار الجامعة، وبالضبط بجهة قليمين واد نون، وبالضبط بجماعة فاسك التي تقع شرق قليمين التي تبعد عنها 20 كيلومتر. فضيفنا هذه الحلقة هو السيد عبد الله أدوز. سي عبد الله أدوز، كونك من استضفتنا نشكرك جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال. شكرا للأخت آسيا، ومن خلالك لكل طلبة ماستر مهن وتطبيقات الإعلام، والمشرف عليه كذلك الأستاذ الفاضل عمر عبدو، وكل الأساتذة الكرام، وكل مشاهدين ومتتبعي قناة أوبرام تي في. مرحبا بكم في جامعة فاسك إقليم قلميم بنواحي دوار البرج، أو بدوار البرج مركز البرج. شكرا لك أدوز. بداية أود أن تعطينا نبذة تعريفية عن شخصية أدوز وعن مسارك الدراسي. عبد الله أدوز من مواليد 14 مارس 1977 بجامعة فاسك، طبيعة الحال أب لثلاثة أطفال، متزوج، وكذلك يعني لي أربعة إخوة وأربعة أخوات. الوالدة أطال الله في عمرها، الوالد تغمد الله في رحمته يعني منذ 94. طبيعة الحال كأي تلميذ وكأي شخص مغربي تلقيت يعني دراستي الابتدائية بمجموعة مدارس فاسك، يعني بمركز فاسك. بعد حصولي على الشهادة الابتدائية التي كانت في الخامس ابتدائي آنذاك، التحقت بإعدادية الإمام مالك بدوار تيغمرت القسم الداخلي، وأتممت دراستي لأربع سنوات. ثم يعني التحقت بثانوية باب الصحراء لاستكمال التعليم الثانوي بعد ثلاث سنوات، وبالضبط في 96 900 و1000 حصلت على شهادة البكالوريا، فانتقلت إلى التعليم الجامعي حيث قمت بالتسجيل في شعبة الجغرافيا. ثم بعد ذلك تم المناداة علي لاستكمال التكوين بمركز تكوين المعلمين والمعلمات بتيزنيت، فالتحقت به إلى سنة 98. تمتني بمنطقة البرج التي نتواجد عليها مجموعة مدارس سيد دالت. ثم يعني التحقت كذلك بفرعية ترقان ميت، ثم فاسك المركز. إذا هذه ربما نبدأ خاصة عن التعليم يعني ومساره من ابتدائي، دون أنسى المرحلة الأولى والتي كانت أهم في حياتي، هي يعني الكتاب القرآني مع الشيخ والفقيه السي مولود الذي تلقينا فيه يعني التعليم الأولي وحفظ القرآن الكريم. كيف ولجت العمل السياسي؟ اولا قبل العمل السياسي هناك يعني عمل حافل بالمجتمع المدني، يعني كان الاهتمام ديال الاهتمام بطبيعة الحال بالمجال وبالتراب. كانت منطقتنا ومنطقة فاسك يعني لن أقول غائبة على مستوى العمل التطوعي والعمل الجمعوي، ولكن هناك جمعيات محتشمة، ففكرنا يعني بكل جد نحن ومجموعة من الفاعلين ومجموعة من الإخوان الذين يعني كانوا أصدقائي في التعليم، أن نقوم ب يعني إنشاء جمعية وتكوين جمعية من أجل التعاطي مع العمل الاجتماعي والعمل البيئي. سنة 2003 طبيعة الحال كانت يعني نقطة تحول في يعني مسار شخصية أدوز عبد الله، حيث التحقت بالعمل السياسي وانتخبت على مستوى الدائرة ديال فاسك، ثم كذلك على مستوى رئاسة المجلس الجامعي الذي امتد من فترة 2003 إلى 2015. فكانت يعني تجربة فريدة من نوعها،
طبيعة الحال لها الأطل كبير على مستوى التكوين الشخصي، على مستوى الممارسة، على مستوى الارتباط بالتراب، على مستوى التخطيط، على مستوى كذلك إعطاء الفرصة لكل يعني المبادرات الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية يعني والثقافية أن تكون يعني مركز الاهتمام ديالنا من أجل إنجازها ومن أجل كذلك يعني وضع لمسة أساسية في أرض الواقع. بصفتك سي عبد الله أدوز، تولي أشرفت وتوليت منصب الرئاسة للجماعة، تكلم لنا عن مميزات هذه المنطقة وعدد سكانها وعدد الدواوير. طبيعة الحال كممارس على مستوى الجماعة للفترة التي أشرت إليها وكعضو المجلس الإقليمي لانتدابيتين إلى الآن، طبيعة الحال منطقة غنية وغنية جدا بطاقتها، بحمولتها الاجتماعية، بحمولتها الثقافية، غنية بما حبها الله سبحانه وتعالى من مناظر طبيعية وكذلك يعني مناطق سياحية تجتمع فيها كل المقومات الأساسية أن تكون قطبا سياحيا يعني كبيرا. ثم إلى جانب ذلك يعني منطقة فاسك التي هي مساحتها تقريبا 32,000 كيلومتر مربع بعدد السكان تقريبا يناهز 5,000 نسمة، ثم يعني بدواورها وبمزيجها يعني الإثني الذي يتكون من 3 قبائل أساسية، قبيلة عيد حماد ولاد بالله، ثم قبيلة عيد النص المندرجة تحت ولاد بوعشرة، ثم قبيلة أي زكري. طبيعة الحال هذه الدواوير المكونة لهذه المكونات القبلية هي توريرت ثم فاسك ثم تيدلت ثم البرج. هذا المزيج الثقافي إن شئنا القول أو لانتيخ كولتيغي يعني أعطى ميزة أساسية وتيمة أساسية لمنطقة فاسك من خلال امتزاج كل ما هو أمازيغي بكل ما هو صحراوي. حساني أعطى ثقافة معينة ربما تكون هي التيمة الأساسية لهذه المنطقة التي نتواجد عليها. جميل جدا، هل يمكن يعني أن تطلعنا على المشاريع التي اشتغلتم بها والتي تنوون أن تشتغلون بها؟ طبيعة الحال يعني منطقة لما تحملنا مسؤولية ديال الشأن المحلي للجامعة الترابية كان الهاجز الأكبر لكل الأعضاء يعني آنذاك هو إيجاد إطار عام للاشتغال وللعمل. فكانت الفترة الأولى 2003-2009 يعني فترة إعداد وهي فترة كذلك يعني ربما إن شئنا القول يعني الاستجابة لكل المتطلبات فيما يخص البنيات التحتية. ومع انطلاق الفترة الثانية 2010 كان يعني البرنامج ربما أو النضج الاجتماعي والسياسي يعني وصلنا إلى تلك المرحلة، فكان يعني التوجه للاهتمام بالعنصر البشري والطاقات البشرية التي نتوفر عليها على تراب الجماعة من أجل يعني أن تكون هناك تنمية مستدامة تجعل في محورها الساكنة وتجعل في محورها يعني العنصر البشري المتواجد على تراب الجماعة. فكانت طبيعة الحال الانطلاقة ببرنامج عمل استجاري يستهدف إلى خلق مجموعة من التعاونيات النشيطة وكذلك الاهتمام بالمجتمع المدني من خلال يعني إيجاد آليات لإيجاد مجموعة من الأنشطة المدرة للدخل، وبالتالي يعني حتى استقطاب أو ربما احتواء المرأة على مستوى جماعة فاسك من خلال يعني هذه التعاونيات ومن خلال هذه الجمعيات ومن خلال هذه الأنشطة المدرة للدخل أعطى الفرصة للأسر أن تكون يعني قاطرة أو حاملة لمشعل التنمية على مستوى الجماعة. طبيعة الحال مع حلول
سنة 2012 كانت الجامعة مع موعد كبير ومكبر جدا في إطار اتفاقية كبرى ستربط جميع الجامعات الإقليم أو 16 جامعة الإقليم في إطار برنامج الأولويات أو اتفاقية ذات برنامج الأولويات، والتي كان فيها من المتدخلين كل من وزارة الداخلية ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية والمجلس الإقليمي والإقليم وكذلك الجامعات الترابية 16 ومن بينها جامعة فاسك. فكانت هذه يعني نقطة تحول لهذه الجامعة من خلال الاستجابة لكل المشاريع، من خلال يعني فك العزلة عن الدواوير كليا، ثم يعني تهيئة الحضرية لكل الدواوير، ثم الصالح الماء الصالح للشرب، ثم الربط بالكهرباء، ثم كذلك يعني من خلال بناء الأندية النسوية استجابة للأنشطة النسوية، ثم الملاعب ملاعب القرب كذلك استجابة الملحة من طرف الشباب لاحتوائهم الشباب الرياضي وإعطاء يعني فرصة للشباب وللفرق الرياضية المتواجدة على مستوى الجامعة. المسألة الثانية هي الاعتناء كذلك ب كانت يعني 30% من هذه البرنامج مختصة للاقتصاد الاجتماعي، فكانت هذه فرصة للاستجابة لكل التعاونيات التي تتراوح ربما أكثر من 20 تعاونية، منها تعاونيات نسائية في كل المجالات، المجالات الفلاحية والمجالات السياحية، ثم المجالات كذلك الحرفية، من أجل يعني أن تكون هناك يعني أعمال مدرة للدخل ربما ستساعد هذه الأسر على الاستقرار وتساعدها على إيجاد آليات كبيرة. في المجال الآخر وعلى مستوى القضاء على الهدر المدرسي، كانت الجماعة مع في موعد مع التاريخ من خلال يعني إنشاء دار الطالب ودار الفتاة لاستقطاب كل التلاميذ والاحتواء كل التلاميذ الذين في يشكلون روافد للثانوية الإعدادية طارق بن زياد بفاسك، وبالتالي يعني كانت فرصة لنقضي نهائيا على الهدر المدرسي، وخصوصا بالنسبة للفتاة، الفتاة القروية التي ما فتئ صاحب الجلالة في كل خطبه يؤكد على ضرورة إدماجها داخل الحقل التربوي وكذلك احتوائها بكل الآليات من أجل أن تستمر كذلك ويعني تواصل مسارها الدراسي. واليوم الحمد لله حققنا نتائج إيجابية عندما نرى هذه الفتيات وهذه الأطفال الذين كانوا في زمن عرضة للضياع، الآن بعد احتوائهم من خلال هذه الدور كانت يعني الفرصة مواتية لنشاهدهم أطر الآن، ومنهم من التحق بوزارة الصحة ووزارة التعليم، فهذه نتائج إيجابية نشكر الله سبحانه وتعالى عليها كثيرا. كيف تقرؤون الوضع الراهن لجهة واد نون بعد توقف رئاستها؟ أولا بعد توقف أو توقيف مجلس الجهة، طبيعة الحال المغرب خطى خطوات كبيرة في ترسيخ الجهوية المتقدمة، وبطبيعة الحال بعد دستور 2011 كانت هناك يعني آمال كبيرة أن هذا الورش يعني أحمل جديد بالنسبة لهذه الجهة. طبيعة الحال يعني طبقا للقانون وللقوانين التنظيمية فإن يعني الاختصاصات المخولة لمجالس الجهة تتعلق بإعداد التراب وكل ما هو استثماري، فهذا التوقف يعني يمكن أن يقال أن كانت له آثار يعني سلبية على كل أداء كل المجالس الترابية التابعة للجهة، ما عدا تلك الاتفاقيات التي تم تمريرها والمتعلقة بالاتفاقيات الكبرى التي تم توقيعها أمام أنظار صاحب الجلالة بالعيون وكذلك في المرحلة الثانية بالدخلة، هي الآن في طور الإنجاز، والتي تشرف عليها طبيعة الحال اللجنة الخماسية التي يترأسها السيد ولي جهة إقليمي مواد نون. وبكل العبارات نتمنى يعني المنتخب في هذه الجهة أن يكون يعني واعيا بالمسؤولية، وكذلك يعني أن تمر هذه السحابة ربما التي استثمرت وسال عندها المداد الكثير، يعني أن تكون يعني هذه كل هذه الأمور
في المستقبل القريب متجاوزة لننظر في مستقبل هذه الجهة الواعد ومستقبل كذلك الجامعات الترابية بكل تلاوينها من الناحية التنموية ومن الناحية الأوراش المفتوحة كذلك. سي عبد الله أدوز، أنت طالب في سلك الماستر، ماستر مهن وتطبيقات الإعلام، كيف اخترت هذا المسلك وهل ترى أنه؟ أولا اختيار ماستر مهن تطبيقات الإعلام يعني جاء عن قناعة. لماذا؟ لأن كفاعل جمعوي وكفاعل سياسي طبيعة الحال لابد من امتلاك تقنيات التواصل، وربما هذا الماستر خول لي التمكن من هذه التقنيات وخول لي كذلك يعني كيف يمكن تسويق وإعلاميا كل ما نقوم به، لأن ربما هناك جهود كبيرة يعني تنجز في الواقع، وهناك مشاريع يعني كبيرة توضع ويعني برامج عمل تنجز، ولكن لا بد من إيجاد آليات لتسويقها ليس فقط للإشهار، ولكن لن أقول بهذا المستوى، ولكن لضمان التواصل الدائم بين الفاعل السياسي وبين النخب وبين كذلك يعني المواطن الذي انتخب هاد الفاعلين. فربما من خلال هذا المصدر ومن خلال التكوين الذي نتلقاه الآن يعني سنحت لي الفرصة أن أجد فيه يعني كل يعني المكونات الأساسية التي يمكن أن تساعد يعني في إيصال كل يعني البرامج وكل الخطط التنموية التي قمنا بها والتي كذلك يعني من المسطر أن نقوم بها في المستقبل القريب. هذا في الجانب العملي، ولكن تبقى يعني أنها تجربة فريدة من نوعها على المستوى الشخصي. لماذا؟ لأن كان هناك علاقة بيننا وبين كل الأطر التي تشرف على هذا التكوين، وأطر كفأة وأطر يعني ربما أعطت الشيء الكثير لكل يعني أفواج التي مرت قبلنا. ثم المسألة الثانية هي إطار العلاقات التي تربطنا مع زملائنا الطلبة في خضم هذا المصدر من خلال كذلك يعني تبادل التجارب، ومن خلال كذلك يعني الأخذ بأيدينا البعض للبعض لنصل جميعا في النهاية متمكنين من كل الآليات ومن كل التقنيات التي يستوجبها ذات التكوين. عبد الله، عرفنا أن من هوايتك الطبوريدا، كيف تعلقت بهذه الرياضة وهل ما زلت تمارس هذه الرياضة؟ طبيعة الحال يعني إلى جانب هواية السباحة ثم يعني بعض الهوايات الخاصة القنص، يعني منذ الصغر تعلقت بالخيل. يعني كان جدي رحمه الله يمتلك يعني فرس، ثم يعني الشهامة والشجاعة التي ربما أرتسمها في تلك اللحظة جعلتني أرتبط وأحب هذا المجال. فالحمد لله يعني تمكنا في السنوات الأخيرة من إحداث جمعية لتربية الخيول والفروس التقليدية، ثم يعني تجهيزها بكل الآليات الممكنة، ثم كذلك يعني امتلاك يعني فرس داخل البيت. وهذه الهواية يعني تأتي استجابة طبيعة الحال للحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم السباحة والرماية ثم ركوب الخيل. وفي حديث آخر يعني الخيل معقود على نواصيها الخير إلى قيام الساعة. فالارتباط روحاني ووجداني وكذلك قبل أن يكون هواية. فعلا أدوز، استمتعنا بتواجدنا هنا معك ونشكرك جزيل الشكر على حفوة الاستقبال والمنطقة جميلة. والآن شرفت حلقتنا على النهاية، فأترك لك كلمة أخيرة. شكرا أستاذ آسيا، شكرا لكل الإخوة المكونين يعني فريق البرنامج وفريق التصوير. الشكر موصول لطلبتنا
كل باسمه وبصفته بمستر مهن وتطبيقات الإعلان، وكذلك المشرف على هذا الورشة التكوينية الأستاذ عمر عبدو، ولكل الأساتذة الكرام، ومرحبا عنا احنا هون في الصحراء، لابد من كاس من أتاي، فأنا كنرحب بك في خيمة تقليدية. شكرا لك، ونقدم لك هذا كاس أتاي، مرحبتي بك وسهلا قبالة. مشاهدينا الكرام، حلقتنا شرفت على النهاية، نضرب لكم موعد جديد في حلقة جديدة مع ضيف جديد، إلى اللقاء.